السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد سريع Undying Light 2. كثير من الكومنتات جتني في الشروحات الماضية والجريتشات، أغلبهم يشتكون من مشاكل الجريتشات، وفي ناس جوني والله في الانستغرام يقولون لي عندي المشكلة الفلانية، معلق في الليل مثلا ما أقدر ما يجيني النهار أو فترة الصباح، مثل ما تشوفون الوقت اللي موجود على اليمين تحت ثابت عنده وما يتغير. في مشاكل كثير ما ودي أذكرها وأطور المقطع، ولكن الحل كان واحد بالنسبة للمشاكل اللي جتني. يعني أغلب الحلول كانت اللي ماشي معاهم، اللي هو يروحون قائمة اللعب عبر الانترنت بعدين انضمام سريع. مثل ما تشوفون هذا أنا الحين يحمل عندي، دخلنا إلى الجيم. معلش على الإزعاج. فالمهم دخلت أنا شبكت مع مايك آتم. مجرد ما تدخل تنسحب أو تطلع من الجيم نفسه وترجع، وبإذن الله راح يعني تنحل معك المشاكل اللي موجودة في الأوفلاين. انا الحمد لله ما اعاني من اي مشكله، ولا والله ودي اثبت لكم، لكن الشباب اللي جوني قالوا لي انهم استفادوا. بس اتمنى المقطع نال اعجابكم، وفي احد استفاد اذا فادك المقطع يا ريت تكتب لي في الكومنت، طبعا تحط لي لايك. برضه لا تنسون تاخذون لفه على القناه تشوفون الشروحات والجلتشات اللي جالس انزلها، وراح انزل اكثر في الفتره الجايه ان شاء الله، مثل لعبه Elden Ring. ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.